اختراع بشري، اي شيء بيخترعه الانسان معرض للتغيير. المهم من الشواهد الاخرى اللي عندنا في الموضوع ده راي القديس جيروم، وهو من كبار القديسين وصاحب نسخه فولجاتا. هقتبس كلامه من تفسير تدريس يعقوب ملقي، بيقول: اما عن البكاء وصرير الاسنان فيرى القديس جيروم ان هذا يشير الى قيامه الجسد ليشترك مع النفس في الجزاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان زي ما هناك متع روحية في الملكوت، كذلك هناك متع جسدية. الكلام ده مذكور في تفسيري للانجيل متى الاصحاح 8 صفحة 7. ناتي الان الى الاسئلة اللي طرحناها، وبالتحديد ناتي الى السؤال الثالث، واللي بيقول: هل الإنسان بيطيع ربنا أو بيعصيه بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ أنا هختصر الرد من رد العلامة ترتليان. العلامة ترتليان بيقول أن الروح لوحدها غير قادرة على فعل الشر أو الخير، وأن الجسد مرآة للروح. لذلك أي عمل بيعمله الإنسان ما دام هو بيعمله بالروح والجسد، يجب أن إذا كان العمل شر أن يعاقب عليه الجسد والروح، وإذا كان العمل خير يجازى الروح والجسد في نفس الوقت. وإلا بيضيف العلامة ترتليان بيقول إن الله مش عادل لو ده ما حصلش. الكلام ده مذكور في نفس الكتاب اللي احنا ذكرناه، On the Resurrection of the Flesh، أي عن قيامة الجسد، الفصل 15. وده نفس الكلام اللي بيقوله القديس أثيناغورس. باختصار بيقول انه الجسد يجب ان يعاقب ويجب ان يجازى في الملكوت. السؤال الرابع اللي احنا طرحناه هو: هل الخلاص للروح فقط ام للروح والجسد؟ والاجابه من القديس إيريناوس، وهو من كبار القديسين في القرون الاولى، وبيقول طبعا معترضا على هرطقة القمص بولس برنبرو، بيقول: إذا كان الجسد لا ينال الخلاص فهراء ذهب دم الرب يسوع، ولا فائدة في القربان في تناولنا. الكلام ده ذكر في كتابه ضد الهراطقة الفصل 5. نعود الآن إلى السؤال الأول: هل أكل المؤمن ينقص من كمال الله أو قدسيته؟ أنا أقول لا، وملايين المسلمين يقولون لا، وملايين من عقلاء النصارى يقولون لا، وربما القمص برنبرو يتردد في الإجابة. طيب ماذا عن العكس؟ يعني إذا حولنا السؤال وقلنا: هل أكل الله ينقص من كماله وقدسيته؟ بالتأكيد يعني أعتقد نتفق جميعا أنه ده ما يبقاش إله. الإله اللي يقعد يأكل ما يبقاش إله. إذا تعالوا مع بعض نقرأ نصوص خرافية من سفر التكوين الإصحاح 18. الفقرة الأولى: وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. يعني الرب ظهر لإبراهيم عليه السلام، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. النصارى بيقولون دول الآب والابن والروح القدس. نستمر: ركض لاستقباله من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز. طيب وبعدين إبراهيم بيقول لهم ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فأخذ كسرة قبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون. يعني يا رب نزلت أنت من السماء وتعبان هلكان، ريح شوية وكل لقمة. طب وبعدين بيقول لك: ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله
ووضعهما قدامهم إذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة. وبعدين إيه اللي حصل؟ أكلوا. هذا الكتاب الشيطاني بيحاول يقول لنا إن ربنا نزل تعبان الكان، قعد عند إبراهيم وأكل معاه. النسخة الحياة التطبيقية بتقول: وبقي واقفا في خدمتهم تحت الشجرة وهم يأكلون. يأكلون يعني الآب والابن والروح القدس. المصيبة الكبرى إنه الآب والابن والروح القدس دول زي ما بيقولوا واحد منهم رجع، الاتنين الباقيين راحوا عند لوط، وهناك قوم لوط كادوا أن يغتصبوهما. شايفين خزعبلات النصارى؟ شايفين افترائهم على ربنا؟ مش بس بيقولوا إن ربنا أكل، لا، ده كان في ناس هتغتصب ربنا. استغفر الله العظيم. اللي عاوز تفاصيل في الموضوع ده في محاضرة في قسم المحاضرات في شبكة ردود الإسلامية للأخ ابن الفاروق باسم كاد الرب أن يغتصب، يستمع إليها. والآن أطرح السؤال الأخير: هل القمص بقلص برمبره أقدس من ربه؟ زعلان بقهقه شيطانية علشان المؤمنين بياكلوا وبيشربوا في الجنة، بينما كتابه بيقول لنا ان الرب نفسه جلس مع ابراهيم واكل. قمة المأساة. قصة ابراهيم عليه السلام ذكرت في القرآن، مع الفارق انه اللي التقى بهم ابراهيم كانوا ملاك، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام لما قدم لهم الأكل ما أكلوش، دعك من أن يأكل الله سبحانه وتعالى. ولمن أراد الحق تكفيه هذه الآيات لنستمع عليها: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.